نظمت إدارة الاتصال الحكومية التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز مليحة للآثار نظمت ورشة عمل متخصصة حول العادات الصحية. رحلة عبر الزمن هنا في مركز مليحة للآثار يغوص بها أعضاء شبكة الاتصال الحكومي في حكومة الشارقة للتعرف على كنوز المنطقة التاريخية والأثرية. إلى خمسة عصور قديمة كانت الرحلة، وبين أروقة مركز مليحة للآثار كان المكان لينطلق لقاء الشهر لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي من الجهات والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، رحلة تعرفوا فيها على تفاصيل حقب زمنية مختلفة وعلى أنماط الحياة التي كان يعيش بها سكان المنطقة في تلك الفترة الزمنية. ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات الشهرية الهادفة لدعم قدرات ومهارات أعضاء الشبكة. هدف اللقاء توطيد العلاقات والسماح للمدراء والرؤساء للالتقاء والاجتماع بشكل شهري في الأماكن السياحية للشارقة، وإتاحة الفرصة للدوائر الحكومية للتعريف عن أنفسهم وتبادل الخبرات. فريق الشبكة انتقل بعدها لعدة مواقع أثرية في منطقة مليحة، تعرفوا على أبرز ما تحتضنه المنطقة من معالم أثرية وقبور العصر البرونزي وحصون فترة ما قبل الإسلام. استفدنا كثيرا من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في تأسيس شبكة الاتصال الحكومي، وتتكون من مدراء الاتصال الحكومي في مؤسسات إمارة الشارقة، ولله الحمد اليوم أصبحت هذه الشركة فريق واحد. مثل ما احنا نشوف اليوم جولة ترويجية عن إمارة الشارقة، ايضا تصاحب هذه الجوله ورشه تدريبيه عن في مجال الاتصال الحكومي وفي التواصل مع الجماهير. طبعا مبادره جميله من الاتصال الحكومي لجمع اعضاء شبكه الاتصال الحكومي في الشارقه شهريا، يكون في تجمع للاعضاء في مناطق مختلفه من مدينه الشارقه. وطبعا مبادره جدا جميله، بدايتها كانت اليوم في مركز مليحة للاثار. اليوم تعرفنا على مركز مليحة للاثار، كانت أول مرة لي أزور هالمركز، وحبيت موضوع الجولة وسفاري وحتى موضوع القبور والمكان اللي كانوا ساكنين فيه في العصور القديمة. هذا وتضمن جدول اللقاء لأعضاء شبكة الاتصال الحكومي إقامة ورشة عمل متخصصة حول العادات الصحية، تعلم فيها المشاركون عادات حياتية وكيف يخلق الفرد أفكاراً إبداعية وإيجابية وينفذها على أرض الواقع.